في الدنيا عيلة عبير جمال، زي ما انتم شايفين كده قاعدة جنب المكتب. فالفيديو بتاع النهاردة اكيد يخص ايه؟ يخص الدراسة طبعا. حضروا المشروب بتاعكم كده ويلا بينا نبدا في فكره فيديو النهارده. فكره فيديو النهارده بكل بساطه، انا عارفه وانا واحده منكم اللي دايما بتلكك عشان اعرف اذاكر. فالفيديو بتاع النهارده هيبقى فيه نصايح وتريكات حلوه قوي قوي بجد لكل بنات ما تعرفش تذاكر، او الولاد برضه. الفيديو ده ما يخص مش للبنات بس، الفيديو ده للبنات والولاد ايا يكن سنك قد ايه او سنك قد ايه. فهقول لك على شويه نصايح وتريكات، وهقول لك كمان على حاجات هاند ميد تقدري تعمليها لمكتبك عشان تظبطيه وفي نفس الوقت يساعدك على انك تخلصي المهام بتاعتك بسرعه. فيلا بينا بقى ما نرغيش كتير ونبدا في فكره فيديو. طيب اول حاجه دلوقتي بقى هنبدا بيها وهي ترويق المكتب. ليه بقى احنا بنروق المكتب بتاعنا؟ بنروق المكتب بتاعنا لان ده بيفرق في نفسيتنا في المذاكره، وبيفرق في حاجات تانية كتير قوي. علشان انت لما تقعدي في حته متبهدله هتبقى دماغك متشتته مع الكركبه اللي حواليكي. فعايزاكم تركزوا كويس قوي في الكلام اللي هنتكلم فيه دلوقتي واحنا بنروق المكتب. بما اننا كده بنروق المكتب، اتكلم معاكم في كام نصيحه مهمين جدا في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه معانا وهي ان احنا مجرد ما نصحى من النوم لازم نقوم نصلي. موضوع الصلاه ده ما يخصش المذاكره بس، موضوع الصلاه ده يعني ده فرض علينا. وفي نفس الوقت برضو لما تصحي من النوم وتصلي وتدعي ربنا ان هو يوفقك في مذاكرتك، هتلاقي نفسك مرتاحه نفسيا وانت بتذاكري، وهتحسي ان انت جاتلك طاقه كده وربنا بيوفقك وبيخليكي دايما يعني مركزه في المذاكره بتاعتك. وحرفيا هتحسي برضو ان انت بتخلصي المذاكره والكمل اللي عليكي من غير ما تحسي بضغط. اهم حاجه ان احنا نصلي الصلاه في ميعادها، يعني ما تاجليش الصلاه لمجرد ان انت مثلا بتذاكري او بتعملي حاجه، لان الموضوع ده فعلا بيفرق في النفسيه. بقى تاني نصيحه عندنا وهي نصيحه اختيار الصحاب. نصيحه اختيار الصحاب في وقت المذاكره دي اكتر حاجه مهمه جدا. باين عن صحابك اللي في حياتك، لازم وقت ما تذاكري تبقي مختاره الصحبه اللي تشجعك على المذاكره، اللي تقدري تتحدي معاها ان انتوا تقوموا تذاكروا مع بعض وتكونوا انتوا الاثنين بتشجعوا بعض، تحس انها مستواها من مستواكي، او تبقوا انتوا الاثنين بتعلموا من بعض. لان بجد فكره الصحاب الفاشله او الصحاب اللي احنا بنبقى عارفين ان هم بيرجعونا لورا او مش بيرفعوا مننا، فالفكره دي كلها بتخلينا بيجي لنا احباط، او بيقعدوا يقولوا لنا دايما اللي هو انا مش قادره اذاكر، ده احنا هنروح في داهيه، ده احنا هنسقط. والجو ده الموضوع ده فعلا مش بيبقى حلو. صاحبي الناس اللي تشجعك في حاجه حلوه قوي وبجد دي عن تجربتي الشخصيه، لو عملتيها هتشجعك جدا في المذاكره، وهي انك تتكلمي فيديو كول او كول مع صاحبتك. الفيديو كول بصراحه بيبقى مشجع اكتر، لان انتوا بتبقوا شايفين بعض وبتبقوا عاملين لبعض ميوت، بحيث ان انتوا الاثنين مفيش واحده منكم تتلخفن في المذاكره. ولو عملتي الموضوع ده صدقيني عن تجربه هتنجزوا انتوا الاثنين، وهتبقوا بتشجعوا بعض وفتوا بعض انتوا الاثنين في موضوع المذاكره. ايوه زي ما انتم شايفين كده احنا روقنا خلاص المكتب بتاعنا. نيجي بقى لتاني حاجه، زي ما قلت لكم ان انا هعرفكم على تريكات كده بسيطه تقدروا ان انتوا تنظموا بيها المذاكره بتاعتكم وتنظموا بيها عموما الاهداف اللي عليكم، وده بيساعدكم قوي في التركيز في المذاكره. فهقول لكم على شويه حاجات تقدروا توفروها في البيت لو انتم مش تقدروا تعملوها، سوري لو انتم مش تقدروا تشتروها تقدروا تعملوها في البيت. فاول حاجه معانا زي ما انتم شايفين كده اي كرتونه. طبعا انت مش هتحتاجي الكرتونه دي كلها، انت هتحتاجي حاجه بسيطه جدا منها تقدري تستخدميها عن طريق اي كرتونه كنت شاريه بيها حاجه عندك، بتطلبي اوردر من على نون او على اي حاجه بيجي معاها كرتونه، عندك سكتش مثلا رسم فيه كرتونه بتاعه الغلاف بتاعته، كل الحاجات دي هتقدري تستخدمي منها الكرتونه بتاعتها. تعالوا اقول لكم بقى الحاجات اللي هنحتاجها. اول حاجه هنحتاج الكرتونه، ثاني حاجه هنحتاج مقص، تالت حاجه هنحتاج لزق. وانا مكسوفه جدا اقول لكم انا جايبه لزق ايه، لان انا بقول لكم ان احنا هنستغل اي حاجه عندنا في البيت. ممكن تجيبي لزق الكهرباء او لزق الجروح او لزق اي حاجه، ممكن تجيبي اللزق بتاع الكرتون اللي هو بيبقى خفيف كده، هو بصراحه عندي بس انا حاليا مش لاقياه. ممكن تعملي برضو بدباسة لو انتي الدنيا عندك باظت خالص. الحاجة بعد كده بقى اللي هنحتاجها وهي ورق الجلاد بتاع التزيين، وهوريه لكم دلوقتي. وهو ده بقى بتاع الهدايا طبعا بتاع التزيين، تقدري تجيبيه من اي مكتبة، حرفيا سعره مش هيتعدى 5 جنيه، يعني الكمية دي كلها اصلا ب5، واحنا مش محتاجين ده كله، احنا محتاجين الوش والظهر بتاع الكرتونة اللي هنعملها. وحاجة كمان طبعا وهي الاساسية بالنسبة لنا الستيكي نوتس دول، لان هي دول اللي انت هتكتبي عليهم اهدافك او الحاجات اللي محتاجة تذاكريها وتعمليها وتعلقيها تبقى قدام عينك، لان طبعا لما بتعلقي الحاجه قدام عينك ده بيساعدك اكتر ان انت تفتكري الحاجات وما تحسيش بان في ضغط عليكي. يلا بينا بقى ما نرغيش كتير ونبدا في ان احنا نعمل الهاند ميد بتاعنا.
تعالوا بقى اكلمكم دلوقتي واحنا بنعمل الحائط بتاعنا ده ايه هي الفوائد بتاعته. اول حاجه عندنا وهي الخرائط الذهنيه، نقدر نعمل عليه خرائط ذهنيه تفكرنا بالمنهج بتاعنا. يعني زي مثلا انت عندك حاجه في المنهج بتاعتك معقده شويه او صعبه شويه، تقدري تعلميها بحاجات معينه وتعملي خريطه ذهنيه لنفسك، بحيث ان انت كل ما عينك تيجي عليها تحفظي الشكل بتاعها وتعرفي تفهميها بسهوله. تاني حاجه معانا بقى وهي انك تكتبي القوانين بتاعتك. لو انت علمي او ادبي او كده اكيد بتحتاجي انك تكتبي قوانين او معلومات. لو انت ثانويه عامه الموضوع ده هيفرق معاكي جدا جدا، لو انت في ثالثه اعدادي او في جامعه او في اي حاجه بجد الموضوع ده هيفرق معاكي جدا، لان طول ما انت كاتبه الحاجه بايدك ومعلقاها قدامك على المكتب هتلاقي عينك بتيجي عليها على طول، مش شرط وقت المذاكره، انت ممكن طول ما هي قدامك وانت على السرير وانت ماسكه الموبايل وانت بتعملي اي حاجه على اللابتوب. كل الموضوع ده يعني كل الحاجات دي هتفرق معاكي جدا في انك تحفظي القوانين بتاعتك. ده غير كمان ان الموضوع ده بيساعدك على انك تشوفي الحاجات بالوان وتشوفيها قدامك كده وانتي بتذاكري، فما تحتاجيش تدوري كتير على الحاجات اللي انتي بتنسيها. ودي كانت الفوائد بتاعت الحائط بتاعنا. تقدري كمان تكتبي عليه الاهداف بتاعتك اللي عايزه تعمليها او الاهداف الاسبوعيه او اليوميه بتاعتك في اول اليوم، وكل حاجه تعمليها تعملي جنبها صح، فكده هتكوني بتسهلي على يومك او بتسهلي على نفسك الحاجات اللي محتاجه تعمليها في اليوم بتاعك. عايزه اقول لكم ان انتوا بعد ما تعملوا صح على كل الاهداف اللي بتعملوها، او حتى لو انجزتوا نص الاهداف اللي انتوا كنتوا كاتبين تعملوها في يومكم، هتحسوا بالحماس وهتحسوا بالتشجيع ان انتوا قادرين تكملوا بقيه الحاجات، والموضوع ده بيزيد كمان ثقتكم في نفسكم. الحاجه اللي عايزه اقولها لكم بعد كده، هتشوفوا كل حاجه اتكلمت فيها عملي في اخر الفيديو وانا بذاكر، لان كان اوريدي قدامي مذاكره فحبيت اعمل معاكم الحاجه الهاند ميد وبعد كده نطبق اللي احنا قلنا فيه، فتابعوا الفيديو للاخر. عشان خلوني اكلمكم بشكل سريع عن اللي احنا عملناه. احنا قطعنا الكرتونه على شكل مستطيل كبير كده، وجبنا الغلاف من المكتبه وبدانا ان احنا نحطه على الكرتونه، وجبنا اللزق بتاعنا وعملناه. طبعا زي ما انت شايفه كده انا لزقته، وصاحبتي ساعدتني جدا في الحوار ده. بس اهم حاجه لو انت يعني حابه الظهر بتاعها هيبقى متغطي كله، تقدري تغطيه وتحطي لزق شفاف مش هيبان خالص وهيبقى شكله حلو قوي. يا جماعه وكده تكون جهزت معانا اللي احنا كنا عايزين نعملها دي. طبعا صاحبتي ظبطتها لي من ورا، وانت تقدري كمان لو عايزه تداريها خالص تداريها باللي هو بالباقي اللي معاكي، وتقدري تلزقيها بلزق شفاف ومش هيبان خالص، لان احنا كده كده هنلزق عليها ورق. وزي ما انتم شايفين كده شكلها مشدوده وحلوه وزي الفل قوي. تعالوا بقى اقول لكم ايه فايده القطعه اللي احنا عملناها دي، وهي بتنظم لنا ازاي الاهداف بتاعتنا. كل اللي هتحتاجيه في الموضوع ستيكي نوتس زي دول، هم اوريدي يا جماعه بيبقى فيهم لزق، بس احنا بنفضل برضو لو عايزين نزين اكتر نجيب مثلا الدبابيس دي بتبقى ملونه، تقدري تجيبي دي وتقدري تجيبي في نوع تاني هوريه لكم، وتقدري كمان تجيبي الدبابيس اللي هي بتاعه الورقه دي لو هتعملي حاجات من فوق. بس تعالي يلا بينا بقى نشوف هنكتب ايه دلوقتي. بقى حابه اتكلم معاكم في نصيحه مهمه جدا قبل المذاكره، وهي اختيار وقت المذاكره. اختيار وقت المذاكره من اكتر حاجات المهمه قوي لازم تعرفوها، لان في ناس بتذاكر في اي وقت ومن غير ميعاد، ودي حاجه غلط جدا. ودلوقتي هقول لكم على ايه الاوقات اللي يفضل ان احنا نذاكر فيها وايه الاوقات اللي ما ينفعش نذاكر فيها. دلوقتي بقى هكلمكم عن اكتر 3 اوقات فعلا يفضل ان انت تذاكري فيهم لان هم حلوين قوي. طبعا اول وقت هكلمكم فيه انا هتكلم معاكم بالتدريج، لان اول وقت ده بيبقى فعلا اكتر وقت حلو وصحي جدا انك تذاكري فيه. اول وقت ده بقى اللي هو من الساعه 4 الفجر لغايه الساعه 7 الصبح، هي فعلا 3 ساعات، بس الثلاث ساعات دول ممكن يغنوكي عن مذاكره اليوم كله. ليه بقى؟ لان الوقت ده بيبقى بعيد عن الدوشه، بعيد عن الاصوات. لو انت ساكنه في منطقه فيها محلات ومش عارفه ايه وكده، كل ده هيبقى زحمه عليكي. لو بتصحي الصبح تجهزي فطار بتعملي حاجات، كل ده بيشغل وقتك جدا وبيشتتك. فالساعه 4 الصبح ده بيبقى اكتر وقت ينفع تذاكري فيه. يفضل ان انت تبقي نايمه، واقل حاجه تبقي نايماها من 6 ل 8 ساعات، ما تبقيش مطبقه، تبقي نايمه نوم صحي، تصحي تصلي وتبداي مذاكرتك على طول. تعملي المشروب بتاعك، لان زي ما انتم شايفين كده يعني اول حاجه ببدا بيها يومي دايما اللي هو المشروب بتاعي. في فيديو بعد ده هينزل لكم هيبقى فيه مشروبات تقدري تعمليها دافيه الصبح او ساقعه، هنعمل فيه 10 مشروبات هيبقوا كلهم حلوين جدا. الحاجه اللي بعد كده بقى او الوقت التاني معانا، وهو من الساعة 10 الصبح لاتنين الظهر. برضو الثلاث ساعات دول حلوين جدا وكويسين، لان برضو يعتبر في ناس كتير قوي بتصحى متأخر، فانت البيت عندك برضو اوريدي هيفضل هادي. وحاجة كمان لو عندك اطفال، او لو انت مثلا البيت بتاعك فيه اخوات صغيرين او كده، في الوقت ده هيبقوا في المدرسة، فالدنيا هتبقى هادية معاكي جدا. يفضل برضو زي ما قلتلك اول ما تصحي تكوني مصلية الصبح، او تبقي مصلية يعني الفجر قبل ما تنامي، لان فعلا الموضوع ده هيخليكي تصحي فايقة كده وتبدأي على المذاكرة بتاعتك
على طول. معنا تالت وقت بقى وهو من الساعة 4 العصر ل10 بالليل. ليه بقى احنا مطورين المسافة ومخلينا حوالي 6 ساعات؟ لان 6 ساعات بتاعت بالليل دي ممكن تعادل ساعتين بالنهار، بيبقى فيها زحمة وشوشرة وازعاج في البيت لو انتي هتعرفي تسيطري على الحاجات دي كلها وتكتمي على نفسك او تقفلي على نفسك الساعتين اللي هتذاكري فيهم، فممكن يكفوا معاكي. انا حددت لك من 4 ل10 بالليل، لان لو انتي هتقومي تعملي حاجة لو حصل عندك لخبطة، الدماغ نفسها ما بتبقاش مركزة نفس التركيز بتاع ان انتي لسه صاحية من النوم وفايقة وشبعانة، يعني شبعانة النوم ومش حاسة انك عايزة تنامي، الوقت ده برضو كويس الى حد ما. تعالوا بقى نتكلم عن الاوقات اللي ما ينفعش نذاكر فيها، وهي من الساعة 1 لـ3 الفجر. ليه بقى من الساعة 1 لـ3 الفجر؟ لان الوقت ده بجد الدماغ بتبقى محتاجة انها تعمل ريفريش وبتراجع كل الحاجات اللي حصلت على مدار اليوم. الدماغ نفسها اصلا ما بتبقاش عندها القدرة في استيعاب اي معلومة، الدماغ بتبقى محتاجة انها تنام. وعلميا كمان، يعني الكلام ده علميا ودينيا، الوقت بتاع بالليل ده يعني ربنا خلقه لنا عشان ننام ونرتاح فيه ونصحى الصبح نشتغل ونخلص الحاجات اللي ورانا. حابة اتكلم معاكم بقى في حاجات سريعة كده بجد بتفرق معايا جدا، وهي انك تشغلي كل الحواس بتاعتك وانتي بتذاكري. يعني ما تعتمديش النظر بس في المذاكرة، مهما كنتي مذاكرة وعارفة انتي بتعملي ايه، يفضل ان انتي تشغلي كل الحواس بتاعتك. ده بيساعدك على انك تحفظي المعلومة بشكل اسرع وما تنسيهاش ابدا. اول حاجة انك تشغلي حاسة اللي هو السمع، تسمعي مثلا لو انتي مسجلة الدرس بتاعك او المحاضرة بتاعتك. الكتابة لازم تكتبي، لازم فعلا تكتبي حتى لو انتي عارفة المعلومات دي. وقت ما تنسيها هتلاقي نفسك كتبها بخطك وهتفتكريها بسهولة. الحاجة الأخيرة معانا، وهي دي أنا كنت مجرباها فترة ثانوية عامة، هي أني بعد ما بخلص مذاكرة بخلص أو بعمل ملخص للمذاكرة بتاعتي في ريكورد خاص بيا، وببدأ أن أنا أسمعه وأنا في الطريق في المترو مثلا، أو قاعدة زهقانة أو مش عارفة نام، أو حتى أنا عايزة أرجع على مادة من غير ما أفتح الشرح بتاعها من أول وجديد، فبسمع الريكورد بتاعي بكون شرحة فيه كل حاجة بصوتي. فده بيساعدني جدا على أني أرجع الدروس بتاعتي من غير ما أعمل المجهود القوي اللي عملته وانا بذاكر المادة. كده حلوين نكون خلصنا الفيديو، بس قبل ما نخلص حابة أكد عليكم على موضوع مهم جدا. بما اننا كلنا مفاجيع وبنحب الاكل قوي، وانا بقدر الموضوع ده جدا، بس فعلا وقت المذاكرة ما ينفعش تبقى معدتنا مليانة، ما ينفعش نبقى لسه واكلين حاجة مغذية. يعني ما تجيش مثلا تاكلي محشي وتقولي انا هذاكر، لازم اكلك قبل المذاكرة يكون خفيف، ما تمليش معدتك قوي. لو هتاكلي محشي، هتاكلي فراخ، هتاكلي اي حاجة، يبقى اكلك خفيف، ما تقليش قوي على بطنك، لان ده فعلا هيسبب لك خمور وهيسبب لك ان انت عايزه تنامي ومش هتحسي انك قادره تركزي. وفي نفس الوقت ما ينفعش تبقي جعانه ومش واكله وتقعدي تذاكري، لان ده برده هيقلل من تركيزك وهيخليكي بتفكري في الاكل وهاكل ايه وهعمل ايه. فحاولي دايما خير الامور اوسطها، انك تكوني واكله خفيف وشاربه خفيف، ويبقى جنبك المشروب بتاعك. تاني حاجه باكد عليكم فيها، وهي موضوع النوم. ما ينفعش تبقي مش نايمه كويس او مطبقه وتبقي مستنيه من نفسك ان انت تعملي مجهود في المذاكره، مش هتبقي قادره تعملي مجهود وهتحسي انك نعسانه، او هتحسي على الاقل انك مصدعه. وكل الحاجات دي عوامل بتأثر على المذاكرة بتاعتنا. وبكده تكون نصايح الفيديو بتاعت النهاردة خلصت. أتمنى نكون قدرنا نفيدكم أنا وصاحبتي، لأن هي بجد بتساعدني جدا جدا في حوار اللي هو الأفكار دي كلها. اكتبولي بقى في الكومنتات حابين أعمل لكم إيه الفترة اللي جاية، وإيه الأفكار اللي حابين تشوفوها مني، وأشوفكم بإذن الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.